في قراءة لارتفاع معدل التضخم في تونس إلى 7.2% خلال شهر مارس المنقضي وفق إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء للشهر الفالت، أكد خبراء في الاقتصاد أن ذلك ناتج عن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وفي مقدمتها المواد الغذائية. التبغ والمواد الكحولية ارتفعت 22% مقارنة بمارس 2021، والمواد الغذائية ارتفعت إلى تقريبا 9%، وهي تمثل الجزء الأكبر من نسبة التضخم اللي نحسبها. بقى أيضا فما ما يعبر عليه بالتضخم الضمني، واللي هو ما نحسبوش فيه الأسعار نتاع المواد الغذائية، وما نحسبوش فيه الأسعار نتاع المحروقات، وأيضا المواد اللي يقع فيهم التدخل نتاع الدولة. نسبة التضخم الضمني هي 6.6% بالنسبة لشهر مارس، وأيضا تعتبر نسبة مرتفعة. وأشار الخبراء إلى أن عوامل عديدة ساهمت في ارتفاع معدل التضخم في تونس، منها ما يهم الشأن الوطني وأخرى ذات العلاقة بالوضع الدولي. فما أسباب داخلية طبعا، يعني السياسة النقدية في تونس، وضع المالية العمومية في تونس، الكل يؤدي إلى مزيد التضخم المالي وقلة الإنتاج وغياب النمو، كل يؤدي إلى التضخم المالي. ولكن أيضا هناك عوامل أجنبية، منها طبعا الحرب في أوكرانيا عندها تأثير مباشر، لأنها تسبب في ارتفاع في سعر برميل النفط، ونعرف أن المحروقات تدخل في كلفة الإنتاج متاع كل البضاعة وكل الخدمات. ثم أيضا يعني ارتفاع أسعار الحبوب، ثم أيضا تأثيرها على قطاع السياحة. ومع تواصل نسق ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان التي تؤدي حتما إلى تصاعد نسق معدل التضخم، نبه الخبراء من خطورة ذلك على الاقتصاد الوطني ومن انعكاساته على التوازنات العامة للبلاد. المشكل في تونس والفرق ما بين تونس والدول الأخرى هو أن احنا عندنا تضخم مالي مع ركود اقتصادي. لو كان عندنا تضخم مالي في نسبة 7.2% كما أعلن عليه المعهد الوطني للإحصاء، وكان عندنا نسبة نمو معها 6 أو 7%، ما يكونش فما خوف أو قلق من هذا الوضع. والإشكال في تونس أنه حتى يعني التسابق بين الأسعار والأجور باش يكون صعب جدا. في الفترة هذه المهم أنه نحافظ على المقدرة الشرائية للمواطن بطريقة مباشرة، المهم أنه نحافظ على المؤسسات، المهم أنه نرجع الماكينة الاقتصادية إلى العمل والدورة الاقتصادية إلى العمل بإرجاع الثقة، وأيضا بدعم المباشر للمؤسسات، ولو أنه هذا باش يأثر على الميزانية العامة للدولة وعلى نسبة العجز، واللي هي في إطار العلاقة مع صندوق النقد الدولي. ورجح الخبراء أنه في صورة نجاح المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي سيكون الاتفاق حاصلا مع بداية السداس الثاني من السنة الحالية.